هيا ويندي، أنت بحاجة إلى تناول الحصى حتى تتعافي سريعاً. ملعقة واحدة. حسناً، ربما تريد بعض البروكولي، إنه مفيد. إنه مقرف، لن أكله. أوه بالضبط، لديه بابوبا. تريدي؟ بالتأكيد، لماذا لم تعطيني من قبل؟ كم هذا لذيذ. الآن سوف أنفخ فقاعة. سيدة ويندي، لقد جئت لأعطيك حقنة. أوه لا، أنا مغطاة بالهلكة. يا له من قرف. لدي أيضاً كتكات. مرحباً يا ممرضة. أوي، ممنوع إحضار الحلويات. هيا أخرج من هنا. الآن لن يجرؤ أي أحد على إحضار الحلويات إلى المستشفى. نضع هذا هنا ونبعدهم. أوي بالضبط، الآن ممنوع إحضار الحلويات إلى المستشفى. سأحاول تخبئتهم في قبعتي. مرحباً، أنا أزور أختي ويندي. أوي لحظة، لم أتحقق من جيوبك بعد. أقلب جيوبك. إذن سوف أبحث بنفسي. ما هذا؟ كيت كات؟ لا يمكنك إدخالهم. لا لا، هذه ليست لي. إلى أين تهرب؟ سألحق بك. ماذا سأفعل؟ سأختبئ خلف هذه الأرضية. أين ذهب هذا الشاب؟ لقد فر مني. لم تلاحظني حتى، وهذا الرداء الأبيض يناسبني. بهيئة طبيب سأتمكن بالتأكيد من تجاوز الممرضة الشريرة. سأقوم أيضا بوضع قناع. لماذا؟ لأنني خبأت السكيتلز هناك. مساء الخير، كيف حالك؟ مساء الخير. لماذا تخرج الشوكولاتة من تحت قبعتك؟ هذه خصيصا لك، يوم سعيد. لقد أهداني شوكولاتة. سأتناول وجبة خفيفة الآن. لذيذة. نعم، تمكنت من المرور. ويندي، أنت هنا؟ مرحبا. طبيب، ماذا تريد؟ أنا لست طبيب، أنا أخوك كوينتن. أحضرت لك الحلوى، سوف تفرحك وتبهجك. هذه لك. واو جميل، شكرا لك كوينتن، هذا لذيذ. أنت أفضل أخ. لقد سقطت، سأساعدك. لا، وصلت الممرضة. سيدة ويندي، أحضرت لك الفيتامينات. أرى أن الطبيب هنا بالفعل. نعم تفضلي. سوف أزيل القناع. ما هذا؟ من أين أتت الحلويات؟ إنها ممنوعة. هل أنت حقا طبيب؟ بصراحة لا، وضعا. إنه المشاغب. اليوم ممل جدا. ربما أتسلى بوجبة حلوة. الكيت كات هي المفضلة لدي. إنها تأكل الحلوى بنفسها، يا له من قانون غبي. فكرة، يمكنني تشغيل إنذار الحريق، ثم سيخرج الجميع من المستشفى، وأستطيع أنا إدخال الحلوى بهدوء إلى أختي ويندي. أشعل عود ثقاب بالقرب من أجهزة الاستشعار. رائع، هذا سريع. الآن أرتدي ملابس رجال الإطفاء حتى لا يكون هناك أي أسئلة. ماذا؟ حريق؟ من أين؟ نحن نشتعل، علي الاتصال بالإطفاء حالاً. رجال الإطفاء، تعالوا إلى هنا بسرعة. لقد وصلوا، ساعدني من فضلك. اهدئي، سأحل كل شيء، علي إنقاذ المرضى. ويندي مرحباً، هذا أنا كوينتن. ما رأيك بالزي؟ يليق بك. شكراً، بالمناسبة أحضرت لك شيئاً لذيذاً. أتدفق عبر هذا الخرطوم. كوكا كولا لذيذة وحلوة، لدي الكثير منها. ويندي أسرعي، افتحي فمك، سأسكب الكولا الآن. جاهزة؟ لننطلق. هذا لذيذ. جئت للمساعدة، لدي طفاية حريق. ماذا تفعلون؟ أوبس، أنا أطفئ الحريق. أتعلم ماذا يا رجل للإطفاء؟ لقد طفح الكيل. أيتها الممرضة، اشربي بعض الكوكاكولا. كيف تنشر؟ توقف عن ذلك. لا، أنا مغطاة بالكولا. إذن انتهت الكولا، حان الوقت للخروج. إضافة جديدة إلى صندوق المصادرات خاصتي. من الصعب جدا العمل بنوبة ليلية. سأضبط جهاز الإنذار هذا وأخذ قيلولة صغيرة. أشعة ليزر حقيقية، ماذا علي أن أفعل؟ فكرة، يمكنني أن أصبح سبايدر مان وأدخل الحلوى في حقيبتي.
جاهز. يمكنني الزحف على جدران مثل سبايدر مان في الفيلم. أتسلل بحذر حتى لا ألمس الليزر. وهنا علي الانحناء قليلاً. رائع، تقريباً وصلت لويندي. أوه، سلة الأشياء اللذيذة، سأخذها معي. من هنا؟ لا أحد. سأتابع النوم. أضع كل شيء في الحقيبة ويمكنني المتابعة. أوه، هذه اللحظة خطيرة. كيف يمكنني المرور دون أن أصطدم بشيء؟ يجب أن أنزل. سوف أمشي بهدوء على الأرض ولكن بدون ضجيج. هذه خطوة محفوفة بالمخاطر لكنني مستعد. بضع شقلبات وأنا بالفعل بالقرب من ويندي. تابقت الخطوة الأخيرة. ماذا؟ هل حقا خطوت على الليزر؟ ماذا يحدث؟ أوه، شخص ما سرق كل حلوياتي؟ سأقبض عليك أيها اللص. أيها العنكبوت، لقد جئت إلى المستشفى الخاطئ. أعطني الحلويات. هاي، توقفي. أنت من يجب أن يركض ورائي. لا، لا تلمسيني. توقفي عن الركض ورائي. سأختبئ هنا. إنها لا تراني. ممتاز. سوف أقتلك مثل الذبابة. سوف أخرج من هنا. دعوني أهرب. توقف أيها العنكبوت، أين تركض؟ سأضربك هكذا لأنك سرقت حلوياتي. المزيد من الحلويات المصادرة. يا لك من مسكين، ماذا حدث لك؟ سقطت عن دراجة نارية وكسرت ساقي ورأسي. هل يمكنني الدخول؟ خطتي نجحت. هذا مؤلم، شكرا. أسرع بالدخول. مرحبا، لقد تمكنت من الدخول إلى الجناح. مرحبا جارتي. أرى أن لديك الكثير من الضمادات، لكن ضماداتي غير عادية. إنها صالحة للأكل وحلوة. جربي يا ويندي. من أين تعرفني؟ هذا أنا أخوك كوينتين. دعيني أخبرك بكل شيء. دعونا نعيد الوقت. لا لا، قبل ذلك. نعم، سنتوقف هنا. لقد صنعت الضمادات باستخدام علكة الهوبابوبا، وهكذا استطعت إحضارهم. هذا عبقري. تفضلي جربيهم حالا. شكرا، هذا فعلا عبقري ولذيذ. اشتقت كثيرا للحلويات. اشعر بدوار. أرى أنك أحببتيها وهذا أهم شيء. الآن جربي هذا. هل أقاطعكم؟ أرني ماذا أحضرت؟ نعم، هو بوبا. هذا بالفعل يفوق قوتي. علي الهرب. سوف أقبض عليك. الحرية أخيرا، أستطيع التحرك. هذا لطيف جدا، شكرا لك. في المرة القادمة اركبي دراجتك بعيني أكبر. يا إلهي ويندي، أنا أطير إليك مع الحلويات. كوينتن، ماذا فعلت؟ أنا بالضمادات مرة أخرى. كنت أعلم دائما أن الحلويات شر مطلق. كوينتن، كل هذا بسببك؟ مؤلم. أنا مغطى بالضمادات أيضاً. أوبس، كل هذا بسببي. سامحوني يا فتيات، لم أقصد. هل أعجبكم تحدينا؟ شاركوه مع أصدقائكم. ضعوا إعجاب واشتراك على قناتنا. إلى اللقاء يا أصدقاء.